بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النملة اللي تحطم مثل الزجاج. اكتشف العلماء حديثا أن جسم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي صلب يعمل على حمايتها ودعم جسدها الضعيف. هذا الغلاف العظمي الصلب يفتقر للمرونة، ولذلك حين تعرضه للضغط فإنه يتحطم كما يتحطم الزجاج. حقيقة تحطم النمل التي اكتشفت حديثا أخبرنا بها القرآن الكريم قبل 14 قرنا في خطاب بديع على لسان نملة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: حتى إذا أوتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل آية 18. فتأمل كلمة يحطمنكم وكيف أن هذه الكلمة تعبر بدقة على هذه الحقيقة العلمية، والله أعلم.